هذه النخلة غسلناها، حطيناها في الشمس على أساس إنها تجف تيبس. الحين بنحيبها، بسم الله نبدأ بقص الحيب. سميت حيب من أصل حجب، حجبة أي حجة الحيب هنا محجوبة، هنا لا أحد يراها، مستورة محجوبة جوف النخلة، ولذلك سميت حيب. وشكرا. بسم الله. طبعا في البداية تكون صعبة شوية، راكب صغير، هذا كله حيب خالي تو طالع. هذا حيب حلو. الحيب اذا عطشت النخلة الحيب يطلع مر، اما اذا النخلة رويانة حيب يكون حلو. ونفس الشماي الحلو يلعب دور. طبعا هذا الحين فيه حيب هنا، هذا الحين فيه الحيب ينكسر داخل الخلصة شوية. هذه الحيبة الحين يعني صغيرة لأن هاي غسيلة صغيرة، يعني بعدها ما انكسرت الحين بتنكسر. الحين بحط شيء تحتي على أساس إنه
هذا الليف ما يوسخها. طبعا كل ما نخله اكبر الحيد اكبر، لان هاي فسيلة صغيرة يعني ما يصير منها شيء. لما تطيبها وشوي شوي لين ما اخر شيء تنتهي وتتم حيبة صغيرة.